ملعب براقي تحفة كروية أقل ما يقال عنها أنها بمقاييس عالمية. هذا الصرح الرياضي الذي شيد على مساحة 68 هكتارا هو اليوم جاهز ولم يتبقى لتسليمه سوى بعض الرتوشات. اليوم كان أول يوم اللي قمنا بتشغيل النظام الذكي للملعب، يعني آخر مرحلة من تسليم قبل تسليم المشروع. ملعب 40,000 متفرج، أكثر من 250,000 يعني بلوس دو 250,000 بلاس دو باركينغ، تقريبا موجودة فيه يعني آخر تكنولوجيات تسيير المنشآت الذكية بنظام ذكي لو جي بي تي. فيه قاعة سال دو كونفيرونس 250 مقعد، ريستورون بانوراميك، يعني صرح رياضي مكتمل فيه كل المواصفات، يعني منجز بلي دانيير نورم فيفا. هذا الصرح الذي سيكون على موعد مع افتتاح واختتام كأس إفريقيا للمحليين عرف وتيرة متسارعة في الأشغال خلال الفترة الأخيرة، شأنه شأن الملاعب الأخرى التي هي قيد الإنجاز. فيما يخص ملعب تيزي وزو 50,000 مقعد، مشينا يعني تاني نعمل بطريقة تروافويت، انتهينا الآن من التهيئة الخارجية تاع الملعب اللي يعني أنجز في 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 زمن أقل من زمن التعاقدي. إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة راح ننتهي من ملعب تيزي وزو بعد قيام المؤسسة بوضع الكراسي ووضع وضع العشب. راح يتبقى لنا ملعب دويرة للأشغال فيه ماشية تاني بطريقة جيدة، تقريبا احنا في 80% من نسبة الإنجاز. هي مشاريع طال انتظارها، لكنها باتت اليوم إنجازات ستعزز المرافق الرياضية في انتظار الانطلاق في تجسيد 4 ملاعب جديدة بداية من السنة القادمة بكل من قسنطينة، عنابة، ورقلة وبشار، تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية.